في أي شيء لفت انتباهكم؟ شفتوا منه أي تصرف غلط؟ أنا ما حسيت بشي غريب تجاهه، بس أنا ما في تواصل بيني وبينه كتير. سليمان أفندي بيعرف أكتر. والله شو بيعرفني؟ الواحد يحكي الحق، أنا ما شفت منه أي شيء. ولد شاطر ومنيح كتير بشغله، بس بالإنسان تتوقعي منه كل شيء، بس هو محترم بيعرف الأصول، مو هيك سهيلة؟ ما شفنا منه أي تصرف غلط. مزبوط، هو معنا كتير منيح، بس برا ما بنعرف عنه شيء. أنا فيني أحكي؟ إيه أحكي لشوف. أنا قلت للكل إني عم شك فيه يا خانم، بس ما حدا صدقني أبدا. شو هالحكي؟ هذا اللي صار. لا ليش الكذب؟ البنت قالت لنا. شو هالحكي يا شهيرة؟ هي هلوسة براسها. خلوها تكمل حديثها. شو بتعرفي كاتيا؟ أحكي لشوف. كان دائما يسألني وهالشي صار يضايقني. عم يسألني شغلات عنك وعن عدنان بيك، وبدو يعرف شو كان يصير بالبيت. وبعدين كنت شوفه دائما عم يحكي على التليفون، كأنه في شي موضوع سري عم يحكيه. بصراحة هالتصرفات كتير كانت تضايقني. بس ما عم تقدري تحكي شي ملموس. أنا ما عم بحكي، بس في شي أنا متأكدة منه منيح. بعتوه من الشركة ما هيك؟ إيه يا خانم، اختاروا كم واحد وبعتوهن. أنا التقيت معهم كلهم، بس سعيد عجبني كتير، امت اخترته له. رح اتصل بعدنان وخليه يسأل عنه، مشان نعرف مين هو سعيد ومين اللي بعته وليش هو هون. مزبوط، خلونا ما نتهم حدا بدون ما نتأكد. عن إذنكم. ألو؟ إنعام خانو مرحبا. أهلين حبيبتي، كيفك؟ الحمد لله. أنتي بالشركة؟ إيه أنا بالاجتماع. عدنان معكم؟ لا طلع لبرا. خير في شي؟ لا كنت بدي أقلك، هذا سعيد يلي عم يشتغل محل بشير، حابة أعرف مين اللي جابه على الشغل ومين اللي وصف فيه. كنت بدي أقله هالشي لعدنان. أصلاً عدنان كان عم يبحث بهالموضوع. عن جد؟ ليش ما قال لك هالشي؟ لا ما قال لي شي بنو. يلا مو شكرا بخاطرك.